باقي عندك واحد. لا انا مولع الدخان خلاص. انا باصر الصغر يا ابو هذا مسودي كله ماشيين ماشيين كاسد العوم عندك 2-3 والكلام عليها مرة انا عندي ركاب 70 راكب 80 راكب يطلعوا برا اللي يخش منهم انا اللي بيقرا عم اقول هذا كلام اللي يجي السيارات هذين هذوما زغاو شديه يقولون زغاو هذوما داخلين هجره غير شرعيه وما عندهمش اوراق بالكل ولهم فتره هناي وهذوما لميناهم اساس لمينا دبشهم ولمينا بالترحيلهم مرحلوهم داخل خارج اراضي ليبيا ما عندهمش اي اوراق السيارات اللي عندهم اوراق ولا هم اوراق باي توي محمد انت حط رفقوهم لعند نهلبوهم من خارج النقاط يعني تقريبا كم كيلو من برا كفرة؟ نلقوها ممكن 50-60 كيلو وعجيها في الصحراء خلاص لأنه واخذين عليهم إجراءات تعهد أنه السيارات أنه بلقناها في أراضي ليبيا صدروا السيارات وهم نحبسوهم هذين أخذنا نتعهد هنا من القنصلي بتاعهم تمينا بالترحيل بتاعهم وأنا مرحلين من السيارات البدري تقريبا عددهم ديما كمك هذوما عددهم مازال في كمية أخرى مرحلين إن شاء الله يومين أخرى طالعين لكن هذوما تقريبا كم يعني؟ هذوما ممكن قريب أكثر من 100 أكثر من 100 ومازال اخرى مازال لان انطلاقه منام الهجره قريب 700 هذو درنا لهم اجراءاتهم وكل مره راح لهم مجموع وفقكم الله وبارك الله فيك ان شاء الله يا جميع قرب شر الزرقاء يا عقيل ايوه قرب 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 وات الضي وات الضي الصحراء الى الصحراء كما قال قدم هذا كلام مضبوط